زي ما بنحكي دائما ختامها مسك. انا تحمست بس شفت الاستضافه الاخيره صرت ازقف فلقطني المخرج شكله. احنا دائما بنحكي ختامها مسك. اوكي معنا مبدعين اليوم، معنا فنان مبدع شبابي. نعم. من لون ثاني. نعم. الفنان احمد سرور، يسعد صباحك. شكرا جزيلا، حبيت لون ثاني زي جمالي. ما انا ليش حكيت لون ثاني؟ لانك انت جامع اكثر من لون، اكثر من مجال. صحيح. تمام. بداية أول شيء أحمد سرور، يسعد صباحك. يسعد قلبك، شكرا جزيلا، شكرا على صباح الورد. يلا يسعد صباحك وخلينا إياك. شكرا يسعدك أحمد. إيش أكثر إيش حسوا صعب أنا؟ إيش أكثر إشي بتلاقي حالك هو لما يحكي هيك أحمد؟ مي هيك بتحس بالتمثيل، بالإذاعة، بإخراج المسرحيات، أحمد وين بيلاقي حالك؟ لازم ألاقي حالي في محل أنا مبدئي لا حالي ضايع. حدد لي وين موقعك. لا شوف أنا بحب الشغل. حلو. عشان هيك مثلا أنا يعني بعتبر إحنا اللي قدام الكاميرا مرات بنعطي لحالنا اكبر من حجمنا. صحيح. وبننسى اصلا انه في عمال هم اللي حقيقه جهود مجهولين. الجندي المجهول هو المفروض جهود مجهولين، يعني مش فاهم الجندي المجهول اللي اسمه دائما طالع على الشارع وعلى الشاشه وكذا، هو احنا بنتعامل معهم دائما كجهود مجهولين وناخذ الكريدت كله لنا. صحيح. احنا حراميه الكريدت اللي بقفوا قدام الكاميرا. فبالنسبه لي انا بعتقد انه المسمى الصحيح هو مش فنان قد ما هو عامل في القطاع الفني. صحيح. لانه فنان ممكن تكون نتيجه اني اكون فنان، يعني مثلا على 50-60 اكون مكوع هيك احفادي حوالي تلفوني حطيته سايلنت ما بعرف ليش رن في جن شغله. المهم فبعتقد انه ما بعرف انا وين بلاقي حالي، بس انا بعرف انه انا بحب اشتغل، يعني انا بحب اصحى الصبح اروح على شغلي، بحب اني اكون في المسرح واكون في الاذاعه واكون في التلفزيون، بحب اني اكتب، بحب اني اخرج، ما عنديش حياه اجتماعيه، مش انطوائي. طيب. بس بحبش الا اني اشتغل، شو اعمل؟ صح، يعني احمد احنا بدنا نسال السؤال المعتاد، البدايات كيف كانت؟ ولا شيء، بالصدفه قريت اعلان بالجريده عن الفنون والفنون المسرحيه للجامعه الاردنيه، رحت سجلت. بالصدفة وافقوا علي عشان ما كانش في كثير طلاب مسجلين. أنا الوحيد طالبين واحد. بالضبط. القصد كان غالي فاشتغلت ودرست. دخلت على التلفزيون بإعلان بالجريدة لمسلسل، وبالمسلسل أعطوني دور واحد كومبرس، بكون ماشي ومعي حصان ولا جمل مش قادر أتذكر، بس أتذكر دوره كان أكبر من دوري. وبحكي جملة يقال أن رجلا ينشر فكرة جديدة ويقالوا أنه أنتش زي هيك، يعني فبعدين بياخذوا البطل على ستريم كلوزر. حافظ لأنك العبارة إلها قديش؟ 10-12 سنة أكثر. ما شاء الله. ما شاء الله. بعدين برمضان إجا نعرض المسلسل برمضان، ضلت أستنى 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 اللي بيّن مني هاي نتفتش أحمد داني بس يدوب. فأولام أهلي ويا فضيحة الفضائح. بس قديش البدايات حلوة بتعطيك شغف الواحد. بس أنت هلأ هون أحمد سرور هون، لما يرجع يتذكر بداياته قديش حلوة. هلأ شوف على أساس أنه أنا يعني إحنا في الأردن ما نضحكش على بعض. صحيح. بس بتحكي فنان في الأردن وعامل القطاع الفني بالأردن، يعني بدك تضل تنحت في الصخر. فأنت كل سنة بالنسبة لك، يعني ممكن أحكي لك بداياتي في سنة 2019، بداياتي في سنة 2018. يا الله. طب والجهود اللي قبل يا أحمد؟ والجهود اللي قبل؟ ها مش مشكلة، واحد تسلى وعاش وانبسط تسلى هالمشروع. بس كل سنة بدايات جديدة. صحيح. وهذا الوضع، لأنه خاصة كل حدا بيشتغل في الإعلام أو الفن أو المسرح في الأردن بنحت بالصخر. صحيح. هذا شيء رهيب. ما في تراكم، ما في تراكميات. لا ما في، عشان هيك أنا مشيها. مريح راسي. كان لك كثير مشاركات ببرامج كوميدية، كان لك مشاركات تاريخية، كان لك بمسلسلات لايف ستايل، كان لك مشاركة كمان في البرامج السياسية. هالخليط هذا، هذا الخليط يعني اللي أحمد كان يتميز فيه، كان له كاركترات كتير متميزة. في كل كاركتر كان يبدع أحمد. هل المسرح كان له دور يخلق هاي الكاركترات في أحمد سرور؟ هلا بتدرس مسرح بتدرس إيش يعني تمثيل. فمثلا أنا بعتقد أني مش موهوب، بس مؤمن أنه الموهبة 1% 99% شغل على حالك. فبحب دائما اشتغل الشغلات اللي بحب اجرب واتعلم، عشان اذا ضليت اشتغل نفس الشيء ما راح اتطور، واذا ضليت اشتغل شغلات مختلفه راح يضل يحكوا لي الناس انت ضايع لازم تثبت على شيء. واذا ما اشتغلتش حيقولوا لي ليش مش عم تشتغل، واذا اشتغلت كثير حيقولوا لي ليه عم تشتغل كثير. فانا قررت انا ما عندي خطه في حياتي. ما عندي استراتيجيه. ما بعرف شو بدي. اللي ببعته الله يا محلى. انا بشوف مشروع حلو بشتغله من قلبي، بنجح ما بنجحش انا بتحمل المسؤوليه. طب احمد هلا في كتير عم نلاحظ الجيل الجديد اللي طالع كله بحب ينشهر وكله بحب شو يتمثل ويمثل ويطلع على التلفزيونات،
طب شو بيحتاجوا ليصيروا يوصلوا؟ انت على فكرة احنا نظرتنا لإلك مختلفة عن نظرتك لحالك، يعني شايفينك ما شاء الله هالإبداعات والإنجازات. حسن صدق. لا فعليا انا لا جد فعلا الانسان ما يطلع على حاله، يطلع شو نظرة العالم لإله، هو بيعرف لحاله وين وصل، بس الطموح العالي هو اللي بيقول بدي اضلني اشتغل 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 على حالي. شو بنحكي لهالجيل اللي بيحب يطلع على التلفزيونات وينشهر؟ الله يوفقكم. يعني ما هو بالاخر كل حدا مسؤول عن قصته وعن حكايته. نعم. في ناس بتشوف الفن هيك وناس بتشوفه بطريقه ثانيه، كل واحد عنده وجهه نظر خاصه فيه. بس انت حكيت انه درسنا، يعني جميل انه انا درست، بس هلا مش ضروري اكون احسن من اللي ما درسش. نعم. يمكن يكون شخص ما درس. نعم. وبذل مجهود اكبر مني في العمل. نعم. ويطلع بنتائج. خلينا نسميه هي الشغف الموجود داخلك. نعم. انك انت بدك توصل. بدك تعمل إشي لحالك. انا او غيري، عشان 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 بالاخر ما هو كل بني آدم قصة وحكاية خاصة فيه. ما بقدر أحكي لك إنه الأكاديميا إنه هو الأقوى أو الخبرة هو الأقوى. هو كل شخص يعني نتقابل إحنا بعد 20-25 سنة نقول شو عملت بالفترة هاي؟ كان معك وقت على كوكب الأرض عم تشتغل فيه، شو سويت، شو أنجزت؟ وكتير مبني العمل بالفن والإعلام مبني على الحظ. مرة ومرات تيجي معاكم أنت مش فاهم، مرات تكون يعني أنا في مشاريع بعد أشتغل عليها سنة كاملة تختفي بيوم، بيجيني تلفون بيوم بعمل اجتماع، بيوم اللي انا بلشت تصوير يعني في مسلسل كامل، فجأة لقيت حالي موجود ضمن الكادر التمثيلي. فما ما بتعرف ايش بصير. هلا موضوع النصائح، صراحه هو انا نصيحتي ما تاخذش نصائح من حدا، اذا بدك النصيحه بس اشتغل. صح. وشهره مصاري، لانه بالاخر هذا لحظه تشتغل بالنهايه كل انسان، خلي هاي الاشياء تكون نتيجه ما تكونش اهداف. صحيح. هي احنا بصراحه ربطنا هاي الامور بالأهداف، إني أنا هدفي أوصل لشهرة، هدفي أجمع مصاري، هدفي إني أنا أوصل لحياة يصير معي مصاري، سيارة الناس بتعرفني. صح. هاي الأمور، كاميرات الناس تتصور معاي، مش كاميرات السير. يعني الله يقرب مني كل الكاميرات. هذا كاميرات السير. هو بدي أحكي لك شغلة بالآخر، إذا أنت فكرت بالفن كمهنة لازم تتقنها. صح. والواجب عليك انك تسلي الناس. صح. احيانا بزبط معك الموضوع، احيانا ما بزبط معك الموضوع. نعم. بس بدك تشتغل. طب مش بيأثر عليك مرات نفسيا انك انت انسان بشكل بوضع الطبيعي والعام بحياتنا احنا في ضغوطات كثير بتواجهك، فانت مرات يعني بتكون بدك تأدي تمثيلية او بدك تساوي موقف او بدك تساوي مشهد، بدك تطلع الكوميديا اللي جواتك او بدك تأدي شغلة، طب بتأثر عليك نفسيا؟ الناس ما بتطلع عليك جواتك قد ما تطلع عليك. انا بالنسبه لي شغل بتفصل. صح. هذا انا بشتغل، انا عندي دوام. عندي 10 مشاهد فول اوردر من 8 الصبح ل 12 بالليل. هاد شغل. حياتي الشخصيه والعاطفيه، حياتي العائليه مش معنيين فيها. انا جاي اشتغل، يعني انا رايح اعمل معامله او رايح على 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 بنك مش راح احكي انت متضايق اجيك بكره ارجع بكره، ما في منه الحكي. الناس دائما اسمع، دائما عندك إشي بحياتك مفرحك او مزعله او حاله حياد بتشتغل. هلا اذا احنا اخذنا هذا مهنه، هذا شغلي. صح. كثير من الاسئله اللي في راسك بترتاح. صح. طيب احمد، انت يعني انشهرت بضحكه مميزه بتاعت فيميل مع رجائي. سمعنا. لا بالله عليك. يلا. والله اني مش متذكر اقول لك ليه، لانه لازم اكون لابس الشخصيه او بصير على الكبسه، عشان انا احكي لك هاي شغله بالتمثيل بتعيشها. انا ما بعرف امثل. انا حطيني جوا لوكيشن بشتغل. اما برا اللوكيشن بحاول. طب شو نعمل على اللوكيشن هلا عشان نخليك تعيش جوا؟ لا احكي لك، بحاول احافظ لما اكون برا التصوير او برا المسرح على شخصيه حياديه. نعم. عشان اذا بلشوا يفوتوا على بعض الكاركترز. صح. اصلا افكارهم بتختلف. شو اي شيء هيك نفرجي المشاهدين، بس انه هيك اي شيء، مقطع هيك. مقطع ايش؟ تمثيل. احنا كيف مع كمان اعطي لوكيشن. لا ما برجع بقول لك هسه مثلا اذا بحب يعيش الدور بفصل على شخصيه انست. ما راح اقدر امسك حالي، لانه حصير الحق الشخصيه. صح. شو اللي بدها اياه؟ وبعدين الواحد بده يطلع على الهواء مباشر. احنا حنتركك على راحتك. يسعد قلبك. بس عن جد انا ما بعرف، يعني حرفيا انا لازم اكون موجود في المكان. في. صحيح. المكان او في سلك هو حكى عنه شيء بيفصل. طبعا انا بمثل كثير في انت. فبحاول انه ما استخدم التمثيل بالحياة عشان اقدر افصل، ولا بعدين لقدام نتحول احنا الفنانين لكذابين. صحيح. بصير هسه اعيط لكم بعدين شوي، اضحك لكم بعدين. لا يعني اللي بده يحضر شيء المسرات موجود. اهم شيء احمد الانسان يكون متصالح مع ذاته، كنت متكاشف انت وحالك، وهذا اهم شيء. ما متكاشفين.
كثير اسف بدي من حالي كم شغله بس لسه. اهلا وسهلا احمد، نورتنا ويسعد صباحك، يعني احنا انبسطنا بشوفتك يعني. شكرا وشكرا لتواجدك معنا. يسعد قلبكم، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك، وعن جد احنا بنتمنى لك النجاح لنجاح اكبر باذن الله تعالى. ان شاء الله يسعدك.